ثم ذكر عن ابن عباس قال: من أحدث رأيا ليس في كتاب الله ولم تمض به سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدري على ما هو منه إذا لقي الله. إياك تطلع قاعدة وتنسبها للدين وليس عليها نور النبوة، فهذه تكون حجة عليك يوم القيامة. وفي هذا الزمان سمعنا فتاوى بناء على قواعد، أحدهم يقول سنغلق المساجد، لما؟ قال من باب مقاصد الشريعة. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها؟ لك مقاصد الشريعة اجتهادات أمام نص صريح في المنع. إياك أن تتجرع على منع المساجد أو إغلاق المساجد. فجرأة عجيبة في هذا الزمان، حتى أن أحدهم أراد من أحد المفتين أن يفتي للناس بأن لا يصوموا شهر رمضان بحجة مقاصد الشريعة وبحجة الاقتصاد. فقام وقال: قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وصدق الله وكذب فلان. شايفين بدل ديننا؟ أفتي لك إنه الناس تفطر رمضان. صدق الله وكذب فلان. الذي بده إياه هذا الشيخ يفتي له إيش؟ إنه الناس تفطر. أخي مهما كان هذا دين الله، شو أنت يعني جاي على الثواب صلاة ومستكثرين علينا الصلاة؟ طب ما إحنا مقصرين أصلاً، مستكثرين علينا الصلاة والصيام والحج ما فيش والعمرة، مستكثرين علينا يا جماعة. اللهم اغفر لنا تقصيرنا وذنوبنا، هاي متنفسنا، هاي عبادتنا لربنا، مستكثرين علينا، تريدنا أن تمنعنا حتى من الصلاة ومن الصيام ومن الزكاة ومن الحج، ولا حول ولا قوة إلا بالله. إذن تذكروا قول ابن المبارك: يا من أردت أن تتصدى للباطل عليك أن تكون شبعان ريان من النصوص. اثنين، شبعان ريان من أصول الفقه. وكثير، وحفظ الله شيخنا مشهور حسن قال كلمة مرة عن أحد الذين يخرجون الفتاوى الضالة ويظهر في الفضائيات، قال: هممت أن أرد عليهم، أنه الشيخ مشهور لا يهتم بالردود، قال: لقد هممت بأن أرد عليه من جانب أصول الفقه، لأنه يتلاعب بالفتاوى من باب أصول الفقه. فالأصول يذهب بك إلى البحر وترجع عطشان، يتلاعب بالقواعد والمبادئ. أما إذا كان الذي أمامه ثابت في الأصول ما بنفع يا أخي. إذا كان أحد المعاصرين يطلب من شخص، قال له: يا شيخ ما عندك فتوى وقت الصلاة لا أذهب إلى المسجد، لأنه أنا عندي حانوت دكان، فما كل صلاة ينبي يجينا الشغل وقت إيش؟ الأذان، فما عندك فتوى؟ هل هناك فتوى حتى لا أشهد صلاة المسجد؟ قال له: موجود. قال له: كيف؟ قال له: قبل الصلاة كل ثوم وكل بصل، والحديث: من أكل الثوم أو البصل فلا يقربن مصلانا، وفي رواية: فلا يقربن مساجدنا. كيف؟ تمام؟ هاي فتوى ضالة، لأنه باتفاق علماء الأصول أنه لا يجوز تقصد المانع، وهنا تقصد المانع، فبالتالي لا يجوز والعياذ بالله. وهكذا، فبالتالي لا يجوز لكي
تريد أن قال لا أريد أن أصلي، المرض يضرب نفسه سكين بنية أنه يمرض حتى لا يصلي، لا، تقصد وجود المانع لا يجوز. طب كيف ردينا عليه؟ من خلال وصول الفخر. وهكذا في عشرات الأمثلة الفتاوى، يا جماعة امرأة خرجت تائبة تقول أيها الشيخ تبت إلى الله، فقد كنت أغني وقد تبت إلى الله، فقال لها ومن قال لك الأغاني حرام؟ صلي وغني. فتاوى ضالة تظهر على الساحة باسم الإسلام. فإذا الحل الرجوع إلى السنة، فهي الحاكمة على كل هذه الفتاوى الضالة. ولكن استعن بالله وادرس أصول الفقه، فهذا يعينك على الرد على هؤلاء الباطلين.